وافق مجلس الشيوخ بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. وأكد النواب أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكالية القانون القائم. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق مجلس الشيوخ بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمر درويش وعشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. السادة الأعضاء، الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. السادة الأعضاء، الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع يده. إذن أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا، وتتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم عملا بحكم المادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية بمشروع القانون من حيث اللغة أو الصياغة. وخلال الجلسة ناقش عدد من النواب مشروع القانون، حيث أكدوا على أنه يهدف إلى وضع تشريع بأحكام جديدة لمعالجة إشكاليات القانون القائم من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، وهو ما ينفرد المشرع بتقديره. إضافة أسقف وأعمدة أو أسقف أو حوائط، ده بيسبب أحمال على المبنى، فإجراءات الترخيص بتخلينا ناخد بيسموها تقرير سلامة أن المبنى يسمح بهذه المباني المضافة على المبنى، فإذا كان تصلح لهذا الاستخدام فممكن يطلع لها طلب التصالح. النهاردة كل منزل بيتأخر أو كل عقار بيتأخر في الترفيق بيكلف الدولة إعادة حفر مرة أخرى، ودي أصبحت تكلفة عالية جدا في الأعداد الكبيرة اللي بنتكلم فيها. إحنا بنتكلم عن مليارات بتهدر كل مرة بنحفر فيها. وفي أعقاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الجلسة القادمة ستعقد يوم 11 من ديسمبر المقبل.